من العناصر المهمة جدا لصحتنا البوتاسيوم. البوتاسيوم مهم جدا لأنه يدخل في جميع جسمك، مهم للعضلات ومهم للجهاز العصبي، مهم حتى لتنقل المواد الغذائية عبر الجسم، ومهم حتى لعمليات الديتوكس ووظائف الكبد وإلى آخره. البوتاسيوم احنا نحتاج في اليوم تقريبا أكثر من 4000 ملي جرام احتياج يومي، ومن فضل الله أن البوتاسيوم موجود في كثير من المصادر، موجود في الخضروات وفي موجود في الخضروات، البطاطا الحلوة، البطاطا موجود في الخضروات وفي الورقات الخضراء، موجود في الفواكه زي الأفوكادو، زي حتى موجود في الطماطم بالنسبة للخضروات، موجود وفي أكثر الخضروات والفواكه طبعا، موجود حتى في الحبوب، موجود في حتى في السمك موجود، حتى في السمك موجود. لذلك البوتاسيوم، ما ننسى أيضا الموز والأشياء هذه، وحتى التمرة، في أكثر الأشياء اللي نأكلها يوجد البوتاسيوم. سؤال، هل يوجد البوتاسيوم في الوجبات السريعة؟